الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين، لكل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. أما بعد، من كتاب صحيح مسلم للإمام الحافظ الحجة أبي الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء صحيحه وشراحه في الدارين، آمين. الباب 17 من الكتاب 37، كتاب الأشربة، باب استحباب إدارة الماء واللبن ونحوهما عن يمين المبتدئ. يعني إذا كان هناك مجموعة جلوس ويريد إنسان أن يسقيهم، فيبدأ برأس المجلس وهو أفضلهم، ثم من على اليمين، من على يمين رأس المجلس، فيدور الشراب من جهة اليمين، والبداية نقطة البداية هو رأس المجلس، وهو إيه؟ صاحب الدار أو أفضلهم، أقرأهم للقرآن، أكثرهم صلاحا، أكبرهم سنا، أو من نصبه الله عليهم إماما أو غير ذلك. وأن الشرب وإدارة الشراب إلى جهة اليمين حكمه سنة وليس واجب، سنة وليس واجب. بإسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير للإمام مسلم في صحيحه الحديث 8 بعد 405,000، قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أوتي بلبن قد شيب بماء، يعني خلط بماء، يبقى خلط اللبن بالماء يحرم إن كان للبيع، لأن هذا يسمى غش. أما إن كان للإكرام والضيافة وللشرب فلا بأس أن تخلطه بالماء، إما لتكثيره أو لتبريده. يبقى الهدف من خلط اللبن بالماء عند الشرب إما تكثيره أو تبريده أو تخفيفه. ممكن إنسان ما يتحملش الدسامة يوم يخففه شوية بالماء، أو يكون اللبن قليل والشاربين كثيرين، تقوم تشيب ماء يعني تخلطه بالماء تكثره حتى يكفي الناس، أو يكون اللبن ساخن فتريد أن تبرده فتضع فيه الماء. يبقى الهدف من وضع الماء على اللبن إما تخفيفه أو تكثيره أو تبريده، وهذا لا بأس به إذا كان للشرب، ويحرم إن كان قبل البيع لأنه يسمى غش. أتي بلبن قد شيب يعني خلط بماء، وعن يمينه أعرابي وعن يساره أبو بكر فشرب، يبقى يبدأ برأس المجلس اللي هو النبي هنا في المجلس، ثم أعطى الأعرابي لأنه على يمين، يبقى مش يعني لا نعطي الأفضل بعد رأس المجلس، بل نعطي الذي على يمين رأس المجلس حتى ولو لم يكن المفضول، حتى ولو لم لو كان هو المفضول. كان الأفضل من سيدنا أبو بكر يجلس على يسار النبي، فأعطى للأعرابي الذي على يمين. فشرب ثم أعطى الأعرابي وقال الأيمن فالأيمن، ثم ذكر السنة تطيبا لخاطر أبي بكر، فقال من أجل أن السنة الأيمن فالأيمن فقد أعطيت الأعرابي، وكأنه يعتذر لأبي بكر أو يطيب خاطره. وعن أبي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد وزهير بن حرب ومحمد بن عبد الله بن نمير، واللفظ لزهير، قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن أنس رضي الله عنه قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وأنا ابن عشر
ومات وأنا ابن 20، وكن أمهاتي يحثثنني على خدمتي. أمهاتي يعني أم خالته، أم أنس وخالته اللي هي أم حرام، قال أمهاتي تغليبا يعني، لأن الخالة في منزلة الأم. وكن أمهاتي يحثثنني على خدمته. فدخل علينا دارنا فحلبنا له من شاة داجن. داجن يعني ايه؟ يعني مقيمة في البيت. داجنا يعني مقيمة في البيت. من شاة داجن، وشيب له من بئر في الدار. يبقى شيب يعني خلط بماء من بئر في الدار لتبريده. فشرب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال له عمر وأبو بكر عن شماله: يا رسول الله أعطي أبا بكر. فأعطاه أعرابيا عن يمينه، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الأيمن فالأيمن. وعن أبي قال: حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وعلي بن حجر قالوا: حدثنا إسماعيل هو ابن جعفر. إسماعيل وهو ابن جعفر عن عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر بن حزم أبي طوالة الأنصاري أنه سمع أنس بن مالك حا قال: وحدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب. ابن مسلمة ابن قعنب واللفظ له. قال: حدثنا سليمان يعني ابن بلال عن عبد الله بن عبد الرحمن أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يحدث قال: أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم في دارنا فاستسقى، فحلبنا له شاة ثم شبته من ماء بئري هذه. قال: فأعطيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فشرب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأبو بكر عن يساره، وعمر وجاهه يعني في مقابلته، وأعرابي عن يمينه. فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من شربه قال عمر: هذا أبو بكر يا رسول الله، يريه إياه. فأعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم الأعرابية وترك أبا بكر وعمر. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الأيمنون الأيمنون الأيمنون، وهذا للتأكيد، لتأكيد سنيتها، حتى لا يكسر خاطر الأعرابي ولا يكسر خاطر من على يساره. قال أنس: فهي سنة فهي سنة فهي سنة، يعني سنة مؤكدة، التكرار للتأكيد لا لتحويلها إلى الوجوب، بل لتأكيد سنيتها. وعن أبي قال: حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس فيما قرئ عليه عن أبي حازم عن سهل بن سعد الساعدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بشراب فشرب منه عن يمينه غلام وعن يساره أشياخ. الغلام اللي هو سيدنا عبد الله بن عباس، دي مجلس آخر. والأشياخ كان فيهم خالد بن الوليد ابن خالته، بس كان كبير أكبر منه سنا، وكان فيهم كان سيدنا أبو بكر الصديق. لكن اللي كان الغلام على يمين النبي اللي هو سيدنا عبد الله بن عباس، كان هو اللي على يمين النبي وأصغرهم سنا. فقال الغلام: أتأذن لي أن أعطي هؤلاء؟ بعد ما شرب النبي بيستأذن الغلام، لأن له حق في السنة لأنه على اليمين. فقال الغلام: لا والله لا أوثر بنصيبي منك أحدا. عالم، غلام علامة، سيدنا عبد الله بن عباس معروف علمه، لأنه أراد أنه إيه، يضع فمه على موضع فم النبي من الإناء، يكون هو أول من شرب مكان النبي، دليل تبرك الصحابة بآثار النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فتله رسول الله صلى الله عليه وسلم في يدي، يعني دفعه إليه وأيده على ما ذهب إليه. ما قالوش مثلا: ما يصحش انت أصغر سن، ازاي كده يا ولد يا قليل الأدب، ما قالش كده صلى الله عليه وسلم، لم يقل ذلك. أيده على ايه؟ على دقيق فهمه وعلمه، واخد بالك، وحبه لنبيه صلى الله عليه وسلم. وعن أبي قال: حدثنا يحيى بن يحيى قال: أخبرنا عبد العزيز ابن أبي حازم حا
قال وحدثناه قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب يعني ابن عبد الرحمن القارية كلاهما عن أبي حازم عن سهل بن سعد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمثله ولم يقول فتله يعني دفعه تله للجبين في القرآن تله للجبين يعني دفعه على جبينه قبل ذبح ابنه في قصة الذبيح مع أبيه سيدنا إبراهيم. يبقى تله دي كلمة مستعملة قرآنية ونبوية أيضا كلمة عربية فصيحة تله يعني دفعه. ولكن في رواية يعقوب قال فأعطاه إياه لأن تله بمعنى أعطاه برضه يعني ما يدفعه له يعني أعطاه إياه يبقى رواية بالمعنى. باب استحباب لعق الأصابع والقصعة وأكل اللقمة الساقطة بعد مسح ما يصيبها من أذى وكراهة مسح اليد قبل لعقها. العرب أيام النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يأكلون بأيديهم مباشرة بغير آلة يعني لا يستعملوا معالق ولا شوك ولا سكاكين في الأكل، السكين يقطعوا ثم يتناولوا الأكل باليد مباشرة ويأكلونه. والنبي كان يأكل بثلاثة أصابع من يده اليمنى صلى الله عليه وسلم، الإبهام والسبابة والتي تليها. يكره الزيادة، الزيادة فيها شرع ونهم مكروه. فإذا أكلت بيدك تأكل به بثلاثة أصابع، ليس كما يفعل الجماعة اللي بيأكلوا الكبسة هناك في الأراضي الحجازية يخش كده يغرف إصابة وكلها شوية إصابة إيديه ورجليه كمان حاجة غريبة. السنة ثلاثة أصابع. فإذا انتهى من طعامه يلعق أصابعه لأن بيبقى فيه أثر دسومة، اللعق هذا يزيل الدسومة لأن الريق فيه إنزيمات بتزيل الدسم وتهضمه، فلما يلعقها يزيل الدسومة ثم بعد ذلك إذا مسحها مش محتاج صابون بقى خلاص، فهمت؟ ما يشعرش ان في اي دسامة فيه. او يلعقها لغيره ان كان ممن يتبرك به، او مثلا يكون ابنه بيأكل معاه، او مثلا زوجته بتأكل معاه يطلعق اصابع زوجها تحببا له، او يلعق اصابع زوجته. ونرى الامة احيانا تلعق اصابع ابنائها بعد الاكل، كل هذا جائز لا بأس فيه ولا شيء فيه ويفعل. والناس إذا قلنا لهم أنه سنة يتأذون وهم يفعلون ما يتأذون منه، عجيب. فالنبي صلى الله عليه وسلم يكلمنا لأنه دين الفطرة، هذه تصرفات فطرية يفعلها الإنسان مع من يحبهم. إذا وقع لقمة منك على 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 الأرض تميت الأذى فقط منها ثم تأكلها، وهذا من باب التواضع والمحافظة على النعمة، لأن إيه التواضع يقتضي ذلك. أما الكبر فالإنسان من اللي يقع منه ما يغطيش ياخده متكبر، لكن الإنسان المتواضع يأخذ حتى ما وقع لأنه لا يحب إضاعة المال ويجل النعمة وإن دقت، هكذا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ويكره مسح اليد قبل لعقها لأن هتبقى فيها دسومة، فلو مسح هينشر الدسوم يعني اعمل كده اهو هيدخل بدل الدسومة في ثلاث أصابع بقت الدسامة في كل ايديه، وبعدين بعد كده يمسح في هدومه. ما ينفعش كده، ما ينفعش. وعن أبي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد وإسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر قال إسحاق أخبرنا، وقال الآخرون حدثنا سفيان عن عمرو عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أكل أحدكم طعاما فلا يمسح يده حتى يلعقها أو يلعقها. وعن أبي قال حدثني هارون بن عبد الله قال حدثنا حجاج بن محمد حا قال وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرني أبو عاصم جميعا عن ابن جريج حا قال وحدثنا زهير بن حرب واللفظ له قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا ابن جريج قال سمعت عطاء يقول سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أكل أحدكم من الطعام فلا يمسح يده حتى يلعقها أو يلعقها. وعن أبي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب ومحمد بن حاتم
قالوا حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن سعد بن إبراهيم عن ابن كعب بن مالك عن أبيه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يلعق أصابعه الثلاث من الطعام، يبقى يأكل بثلاث أصابعه، يلعق أصابعه الثلاث من الطعام. ولم يذكر ابن حاتم الثلاثة. وقال ابن أبي شيبة في روايته عن عبد الرحمن بن كعب عن أبيه وعن أبي قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو معاوية عن هشام بن عروة عن عبد الرحمن بن سعد عن ابن كعب بن مالك عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل بثلاث أصابع ويلعق يده قبل أن يمسحها، طبعا ثلاث أصابع يده اليمنى، ويلعق يده قبل أن يمسحها من باب النظافة وإزالة الدسومة. وعن أبي قال وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا هشام عن عبد الرحمن بن سعد أن عبد الرحمن بن كعب بن مالك أو عبد الله بن كعب أخبره عن أبيه كعب أنه حدثهم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يأكل بثلاث أصابع فإذا فرغ لعقها. وعن أبي قال وحدثناه أبو كريب قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا هشام عن عبد الرحمن بن سعد أن عبد الرحمن بن كعب بن مالك وعبد الله بن كعب حدثاه أو أحدهما عن أبيه كعب بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. وعن أبي قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزبير عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بلعق الأصابع والصحفة، الصحفة هو الإناء الذي فيه الطعام، وقال إنكم لا تدرون في أيه البركة، يعني ممكن تبقى البركة في بقايا الطعام هذا البر. وعن أبي قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وقعت لقمة أحدكم فليأخذها فليمط ما كان بها من أذن وليأكلها ولا يدعها للشيطان ولا يمسح يده بالمنديل حتى يلعق أصابعه فإنه لا يدري في أي طعامه البركة. وعن أبي قال وحدثناه إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا أبو داود الحفري حا قال وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق كلاهما عن سفيان بهذا الإسناد مثله وفي حديثهما ولا يمسح يده بالمنديل حتى يلعقها أو يلعقها ما وما بعده. وعن أبي قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الشيطان يحضر أحدكم عند كل شيء من شأنه حتى يحضره عند طعامه فإذا سقطت من أحدكم اللقمة فليمت ما كان بها من أذن ثم ليأكلها ولا يدعها للشيطان فإذا فرغ فليلعق أصابعه فإنه لا يدري في أي طعامه تكون البركة. وعن أبي قال وحدثناه أبو كريب وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن أبي معاوية عن الأعمش بهذا الإسناد إذا سقطت لقمة أحدكم إلى آخر الحديث ولم يذكر أول الحديث إن الشيطان يحضر أحدكم. وعن أبي قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن فضيل عن الأعمش عن أبي صالح وأبي سفيان عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذكر اللعق وعن أبي سفيان عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم وذكر اللقمة نحو حديثهم. وعن أبي قال وحدثني محمد بن حاتم وأبو بكر بن نافع العبدي قال حدثنا بهز قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا ثابت عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أكل طعاما لعق أصابعه الثلاثة قال وقال إذا سقطت لقمة أحدكم فليمط عنها الأذى، يمط يعني يزيل يبعد، فليمط عنها الأذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان وأمرنا أن نسلت القصعة يعني نمسح القصعة، نسلتها يعني نمسحها. قال فإنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة. وعن أبي قال وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا بهز قال حدثنا وهيب
قال حدثنا سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا أكل أحدكم فليلعق أصابعه فإنه لا يدري في أيتهن البركة. وعن أبي قال وحدثني أبو بكر بن نافع قال حدثنا عبد الرحمن يعني ابن مهدي قال حدثنا حماد بهذا الإسناد غير أنه قال وليسلت أحدكم الصحفة وقال في أي طعامكم البركة أو يبارك لكم. ونقف على باب ما يفعل الضيف إذا تبعه غير من دعاه صاحب الطعام واستحباب إذن صاحب الطعام للتابع غدا إن شاء الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم يسر أمورنا استر عيوبنا بلغنا مما يرضيك آملنا وفقنا نحن وسائر المسلمين لما تحب وترضى ما حيينا وتقبل ذلك منا يا رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك فكما تحب وترضى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.